تمام، هنشرح ليكتشر 6 في الالكترونكس. ليكتشر 6 بتتكلم عن الميش اناليسيز ميثود. الميش اناليسيز ميثود دي شبه النودل اناليسيز، ان هي ستريت فورورد ميثود ليها ستيبس معينه ببدا اطبقها على السيركت اللي عندي، وفي الاخر بطلع الانون فاليوز اللي هو اللي هي مطلوبه. طبعا عشان خاطر نفهم الستبس دي انا بفضل ان احنا نشوف المثال افضل. تمام، given السيركت دي بيقول لي مثلا using المش اناليسيز هات لي الكرنت اللي موجود في الـ الكرنت اللي بيمر في R1، تمام، وهات لي الكرنت اللي بيمر في R2. ازاي اجيب الكرنت اللي بيمر في R1 والكرنت اللي بيمر في R2 given مثلا ان given ان السيركت دي كومبليكيتد وان انا مش هقدر اجيب الفاليوز دي بسرعه. فالميش اناليسيس بتقول لي ايه؟ بتقول لي اول حاجه حدد لي الاندبندنت كارنت اللي موجودين في السيركت. حدد لي الاندبندنت كارنت اللي موجودين في السيركت. دلوقتي انا عندي سيركت وفي برانشز، وكل برانش طالما بقى في برانش يبقى في كل برانش ليه كارنت مختلف. عايز اشوف مين الكرنت في الكرنت اللي موجوده دي يعتبر اندبندنت، يعني غير مرتبط باي كرنت تاني. عشان اجيب الاندبندنت كرنت بحدد الاول الميشز اللي عندي. فاول ستيب بحدد النمبر اوف ميشز اللي موجوده في السيركت. جيفن السيركت دي هلاقي ان السيركت فيها تو ميشز، مش 1 اللي هي فيها R1 وR3 وV1، دي عبارة عن لوب كلوزد لوب بسميها مش 1 اللي بتحتوي على R1 وR3 وV1. تمام، وعايز اجيب مش 2. مش 2 عبارة عن اللوب اللي بتحتوي على R2 وV2 وR3 وV3. تاني انا عندي في السيركت دي مش 1 ومش 2. مش 1 اللي فيها R1 وR3 وV3 وV1، ومش 2 اللي فيها R2 وV2 وV3 وR3. دي أول خطوة إن أنا بحدد الـ number of meshes اللي موجودين عندي. بعد كده ببدأ أحدد الـ independent current. الـ independent current قلنا هو عبارة عن current موجود بيعدي في برانش معين، بس ما بيعتمدش على أي current تاني، أو مش مرتبط على أي بأي current تاني. مبدئيا انا عندي في السيركت دي عندي البرانش ده. انا دلوقتي عايزه احدد، انا هنعرف بس طريقه تحدد لنا ازاي اعرف الاندبندنت كارنت على طول. دلوقتي انا عندي البرانش ده يعتبر برانش لانه فيه 2 كومبوننت وسيريز مع بعض فيعتبر 1 برانش. ده كده برضو يعتبر برانش. ليه؟ لان في كومبوننت سيريز مع كومبوننت تاني، فالاثنين بيشيروا ذا سيم كرنت، يبقى هما ده كده يعتبر برانش. بعد كده المقاومه R2 وV2 هما الاثنين دول يعتبروا سيريز مع بعض فبيشيروا ذا سيم كرنت، وبالتالي فهم 1 برانش. فانا عندي برانش هنا وبرانش هنا وبرانش هنا، 3 برانشز. طالما انا عندي 3 برانشز يبقى انا عندي 3 كرنت. تمام، مين في الثلاثه كرنت دول يعتبر اندبندنت كرنت؟ بعرف الاندبندنت كارنت بان هو الكارنت اللي بيعدي في برانش، بحيث ان البرانش ده مش شير، يعني مش مشترك مع لوب ثانيه. تمام، دلوقتي انا عندي الكارنت اللي بيعدي في R1، هل الكارنت ده يعتبر كومن بينه وبين المش الثانيه؟ لا، الكارنت الكومن بينه وبين المش الثانيه هو عباره عن الكارنت اللي موجود في R3 وV3. تمام، فيعتبر R1 I1 هو independent current، وبرضه يعتبر R2 I2 هو independent current. يبقى تاني ال independent current هو عبارة عن current موجود في branch، بحيث ان البرانش ده مش common بينه وبين مش تانية. البرانش ده موجود في مش. البرانش ده common بينه وبين مش تانية؟ لا. طب البرانش ده يعتبر كومن بين المش دي والمش دي، وبالتالي الكرنت اللي فيه هيعتبر مش اندبندنت، هيبقى ديبندنت. اوكي،
بالنسبة للكرنت اللي بيعدي في R2، الكرنت اللي بيعدي في R2 نقدر نسميه independent current، لأنه هو مش كومن بينه وبين مش تاني، تمام؟ الكرنت البرانش ده هو اللي كومن بين المش دي والمش دي، فالبرانش اللي هيكون كومن بين تو مشز مش هنقدر نعتبر الكرنت اللي فيه انه هو الاندبندنت كرنت اللي انا عايزه، بدور على اي برانش تاني. خلاص، طبعا هلاقي عندي في السيركت دي ده الكرنت اللي هنا اندبندنت كرنت، والكرنت اللي هنا اندبندنت كرنت، فعندي كده I1 نسمي ده I1 ونسمي ده I2، فانا عندي I1 وI2 الاندبندنت كرنت I1 وI2. اوكي، فكانت اول خطوه ان انا بحدد النمبر اوف ميشز، وبعد كده بحدد النمبر اوف اندبندنت كرنت. ثالث خطوه ببدا اطبق كي في ال على كل مش انا جبتها. انا عندي دلوقتي مش 1 ببدا اطبق عليها كي في ال، وباجي عند مش 2 بطبق برضو عليها كي في ال. تمام، كان كي في ال بيقول ايه؟ بيقول ان السمشن اوف فولتجز في لوب واحده بيساوي زيرو. السمشن اوف فولتجز في لوب واحده يعتبر بيساوي زيرو. طيب خلينا نجمع كده كل الفولتجز اللي موجوده في مش 1. عشان اجمع اطبق كيف ال على اللوب دي محتاج اعرف الدايركشن اوف كارنت، فالدايركشن اوف كارنت بعمل له اسامبشن، ممكن اعمل له اسامبشن ان هو ماشي مع عقارب الساعه، او ممكن اعمل له اسامبشن ان هو عكس عقارب الساعه، براحتك خالص. فلو فرضنا ان احنا بالنسبه للسيركت دي از شون ان ان انا بعمل اسامبشن الكارنت في اتجاه عقارب الساعه زي ما موضح كده. طيب دلوقتي الكرنت ماشي مع عقارب الساعه، يبقى الكي في ال بتقول ايه؟ او الكي في ال او السمشن اوف فولتجز في المش دي ان ايه؟ تبقى عباره عن سالب في 1 زائد اي 1 ار 1 زائد اي، هنسمي الكرنت اللي هنا اي 3 زائد اي 3 ار 3 زائد في 3 بيساوي 0. تاني عايزين نجمع فولت، هلاقي عندي السورس ده فيه فولت والسورس ده فيه فولت وهنا فيه فولت وهنا فيه فولت، بس الفولت اللي هنا شون يعني واضح اسمه في 1 والفولت اللي هنا واضح اسمه في 3، لكن الفولت اللي هنا انا مش عارفه، فممكن اجيبه من خلال قانون اوب اللي هو بيساوي الاي في الار. فالفي اللي هنا عباره عن الاي في الار، والاي اللي هنا عباره عن اي 1 يبقى اي 1 ار 1، والكرنت اللي هنا عباره عن اي 3 ار 3، الفولت اللي هنا عباره عن اي 3 ار 3. يبقى عشان اجمع كي في ال اطبق كيف ال على اللوب دي محتاج اجمع 4 فولتج، الفولت اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا، مع كونسيدرنج الكرنت دايركشن اللي موجود عندي في المش. فيبقى عندي الكي في ال عندي سالب في 1 زائد اي 1 ار 1 زائد اي 3 ار 3 زائد في 3 بيساوي 0. تاني ماينس في 1 زائد اي 1 ار 1 زائد اي 3 ار اي 3 ار 3 زائد في 3 بيساوي 0. تمام، دي الايكويشن بتاع الكي في ال في اللوب دي. طيب بعد كده هاجي هنا اطبق الكي في ال على اللوب دي. وهعمل اسامبشن الكرنت اللي بيعدي هنا اسمه اي 2 وماشي مع عقارب الساعه، نفس اتجاه الكرنت اللي هنا. طبعا هو بيفضل في الاخر ان انت لو بتعمل اسامبشن بتعمل اسامبشن ان لو واحد فيهم ماشي مع عقارب الساعه يبقى كله ماشي مع عقارب الساعه، تمام، عشان ما يحصلش اي لخبطه في الاشارات. فلو انت عملت اسامبشن ان ده ماشي مع عقارب الساعه يبقى ده كمان ماشي مع عقارب الساعه، لو عملت العكس يبقى ده العكس برضه، تمام. فبالنسبه للمش دي لو عايزين نجمع كل الفولتجز اللي موجوده فيها بتطبيق الكي في ال، هنلاقي ان انا محتاجه اجيب قيمه الفولت اللي هنا وهنا 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 4 فولت. قيمة الفولت اللي موجودة هنا وهنا واضحين V2 V3، لكن قيمة الفولت اللي هنا أنا مش عارفها وهنا مش عارفها، فهجيبهم من خلال قانون أوم اللي هو الـ I في الـ R، تمام؟ فلو عملنا الأسامبشن في اتجاه كده هيبقى عندي V2 ناقص V3 ناقص I3 R3 ناقص I2 R2 بيساوي 0. تاني لو أنا عملت أسامبشن الكرنت ماشي في اتجاه عقارب الساعة هيبقى دخل على التيرمينال ده من اتجاه الموجب، هيبقى عندي موجب V2 هنا ماينس V3 هنا ماينس I3 R3 بلس I2 R2 ايكوال 0. طبعا لما انا جيت عند الترم ده قلت ناقص I3 او ماينس I3 R3، ليه قلت ماينس وهنا قلت بلس؟ دلوقتي لما انا جيت في التيرمينال ده عملت كده
جيت عند اي 3 طلع ان الكرنت اللي بيعدي في ار في اي 2 في اي 2 هو نفس اتجاه الكرنت اللي اسمه اي 2، فما فيش اي تغيير في الاشاره. من دلوقتي بجيب اتجاه الكرنت، انا بقول اي عايز اجيب الفولت، الفولت عباره عن اي 2 ار 2، الفولت ده قيمته اي 2 ار 2 بس اشارته موجب لان الكرنت اللي فيها نفس اتجاه الكرنت اللي اسمه اي 2. لما انا جيت عملت كده ماشي مع عقارب الساعه هدخل على ار 2 هدخل برضو الاتجاه الموجب، ما حصلش اي حاجه. تمام، يعني همشي مع وانا ماشي كده اي 2 اللي انا ماشي بيها هي نفس اتجاه الكرنت اللي معدي في ار 2. طيب لما انا جيت ادخل على ار 3 كان الكرنت اللي موجود في ار 3 اتجاه الكرنت في ايه؟ دلوقتي في السيركت دي انا عندي في الاصل عندي الكرنت اي 1 اتجزأ على اي 2 وار 3، الكرنت الاصلي اللي هو اي 1 اتجمع على اتجزأ على المقاومتين ار 2 وار 3 وبقى نتج لي عندي كرنت اسمه اي 2 واي 3. فالمفروض ان الكرنت اللي ماشي في الاتجاه ار 3 ماشي في الاتجاه ده ماشي لتحت، والكرنت اي 2 الكرنت اللي ماشي فيها ماشي في اتجاه اليمين، يبقى الكرنت ماشي هنا لتحت وماشي هنا في الاتجاه اليمين، التيار الاصلي اتجزأ على ار 3 وار 2. طيب لو انا عايز اجمع الفولت اللي موجود هنا بتطبيق الكي في ال وانا ماشي في اتجاه اي 2 هكون دخلت على التيرمينال ده وماشي باتجاه كرنت عكس اتجاه الكرنت الاصلي اللي ماشي هنا، الكرنت اللي ماشي في البرانش ده اسمه اي 3 وانا داخل له باتجاه الكرنت اللي اسمه اي 2، يبقى لازم احط سالب لان انا كده ماشي عكس اتجاه الكرنت اللي موجود هنا. تمام، فلو انا عايز اطبق الكي في ال في المش دي تاني هيبقى عندي بلس في 2 ماينس في 3 ماينس اي 3 ار 3 بلس اي 2 ار 2 ايكوال 0. دي بالنسبه للايكويشن دي. لغايه دلوقتي انا طبقت الكي في ال هنا فظهر لي معادله فيها اي 1 وار اي 1 واي 3، وهنا لما طبقت الكي في ال ظهر لي معادله فيها اي 2 واي 3. دلوقتي يعتبر دول معادلتين فيهم ثلاث متغيرات، فانا محتاجه يا اما اجيب معادله ثالثه يا اما اشوف متغير واحد من المتغيرين دول واجيب المتغيرات الايه المتغيرين التانيين بحيث ان انا يبقى عندي معادلتين في متغيرين. تمام، فاللي انا هقدر اعمله ان انا هشيل اي 3 واحط بدلها قيمتها ان ترمز اوف اي 1 واي 2. دلوقتي لما انا بقول الكرنت الاصلي اسمه اي 1 اتجزأ لاي 2 اي 3 يبقى اي 1 بيساوي اي 1 بيساوي اي 2 زائد اي 3، يبقى اي 3 بتساوي ايه؟ اي 3 بتساوي اي 1 ماينس اي 2. يبقى لا، كل ما يقابلني اي 3 في المعادله احط بدلها اي 1 ماينس اي 2. اوكي، يبقى عشان اطبق المش اناليسيس ميثود على سيركت عندي محتاجه اول حاجه ان انا احدد المشز اللي موجوده، فاتضح لي في السيركت ده انا عندي المش 1 وعندي هنا مش 2 كلوزد لوب من غير ما كونسيدر اي ريموف لاي كومبوننت في السيركت. بعد كده ببدا احدد الاندبندنت كارنت اللي موجودين وطلع لي ان اي 1 واي 2 دول اندبندنت كارنت واي 3 مش اندبندنت كارنت لانه هو موجود في برانش كومن بينه وبين مش ثاني. فالكارنت اللي بيبقى موجود في برانش كومن بينه وبين مش ثاني ما بقدرش اعتبره اندبندنت كارنت. تمام، ثالث خطوه ببدا اطبق الكي في ال على كل مش عندي، طبقتها في المش دي وطبقتها في المش دي. بعد ما طبقتها في المش دي هيطلع لي ايكويشن فيها اي 1 وار اي 1 واي 3، وبالنسبه للايكويشن دي هيطلع لي برضو المش دي هيطلع لي ايكويشن فيها اي 2 وار واي 3. دلوقتي انا عندي معادلتين في ثلاث متغيرات، هبدا اشيل اي 3 واحط بدلها قيمتها ان ترمز اوف اي 1 واي 2. طبعا واتفقنا ان اي 1 يعتبر ده الكرنت الاصلي، جه اتجزأ هنا وجزأ هنا، فيبقى عندي اي 1 بيساوي اي 1 اي 2 بلس اي 3، يبقى اي 3 بيساوي اي 1 ماينس اي 2. هشيل في المعادلتين اي اي 3 واحط بدلها اي 1 ماينس اي 2. طيب هتظهر لي المعادله في الاخر، المعادله بتاعت مش 1 عباره عن اي 1 ار 1
زائد I1 minus I2 مضروبة في R3 زائد V3 minus V1 equal 0. دي الإيكويشن بتاع مش 1 عبارة عن I1 R1 زائد I1 minus I2 مضروبة في R3 plus V3 minus V1 equal 0. طب لو عايز أجيب الإيكويشن بتاع مش 2، الإيكويشن بتاع مش 2 بتقول I2 R2 زائد I2 R2 زائد V2 ناقص V3 زائد I2 minus I1 مضروبة في R3 equal 0. هو الطبيعي أنا كنت قلت في أول مرة minus I3 R3 وقلت دلوقتي في عندي minus، هشيل I3 وأحط بدلها I1 minus I2. لو ضربت سالب 1 في الإيكويشن دي، لو عكست، انا دلوقتي عندي سالب، لو دخلت السالب في الكوس، انا عندي سالب مضروبه في I1 minus I2 كل ده مضروب في R3، ندخل السالب جوه كده هيطلع لي موجب I2 minus I1 مضروبه في R3. تمام، فدي الايكويشن اللي هتظهر لي لما باجي اطبق المش اناليسيس على الكيف ال على التو مشز دول. طبعا احنا مش محتاجين كل مره نعدي بخطوه ان انا عندي I3 وبعد كده ابدا اشيل كل I3 واحط بدلها I1 minus I2، ولو كانت I3 عندي بالسالب فاضطر ان انا اعكس الاشاره. دايما في الاخر اسهل لك، دايما بنضطر في الاخر ان احنا نحول المعادله لمعادلتين في متغيرين اثنين بس اللي هو I1 و I2، او معادلتين في متغيرين اللي هم الاندبندنت كارنت اللي احنا كنا بندور عليهم. أنا كنت بس بشرح بالتفصيل إزاي في الآخر الـ إزاي بجيب الـ two equations of mesh analysis method. ممكن أقول طريقة أسرع توصلني لإن أنا أجيب الـ equation دي بشكل أسرع. دلوقتي لو أنا عايز أجي أطبق الـ KVL على المش دي، محتاج أجمع 4 فولت، الفولت V3 والفولت اللي عند R3 والفولت اللي عند R1 والفولت اللي عند V1، فيبقى عندي الفاليوز دي هنا محدده لكن هنا متغيره، يعني مش عارف قيمتها بالظبط، فاجيبها من خلال I1 في R1 وهنا الاي في الار. طيب عايزه الغي حته الاي 3 خالص دي، يعني اشرح او اجيب المش اناليسيس باستخدام طريقه ثانيه او طريقه سريعه، وهي ان انا ما اجيبش الاي 3 خالص في المعادله عشان ما اضيعش وقت. اجيبها ازاي؟ دلوقتي انا في مش 1 ومش 1 بيعدي فيها كارنت اسمه I1، تمام. لو انا بجمع فولت، انا دلوقتي بجمع فولت، وكان البرانش اللي انا بجمع فيه الفولت مش كومن بينه وبين اي مش تانية، بحط الكارنت الاصلي اللي هو بضرب في I1. لكن لو انا جيت انا دلوقتي عمال اجمع الفولت اللي هنا وهنا وهنا وهنا، فمحتاجه اجيب الاي اللي هنا والاي اللي هنا، عايز اجيب الايات دي كلها بس تكون I1 و I2. فلو انا البرانش اللي انا بجيب فيه الاي، وكان البرانش ده مش كومن بينه وبين اي مش تانية، بيبقى الكرنت اللي بيعدي اسمه I1 بس، زي هنا I1 R1. طيب لو انا كنت بجيب الكرنت اللي موجود في برانش، والبرانش ده كومن بينه وبين مش تانية، بيبقى عبارة عن الكرنت الاصلي بتاع المش اللي هو I1 ماينس الكرنت اللي موجود في المش التاني اللي هو I2، يبقى I1 ماينس I2، وبكده تنتج لي الايكويشن دي. لو انا عايز اطبق كيف ال، هيبقى عندي كيف ال في المش الاولانيه، هيبقى عندي I1 R1 زائد I1 minus I2 مضروبه في R3 زائد V3 minus V1 equal 0. يبقى الكرنت اللي هنا كان اسمه I1، لكن الكرنت اللي هنا عباره عن I1 ناقص I2، I1 اللي هو الاصلي ناقص I2. طيب لو عايز اطبق نفس الفكره دي على مش 2، دلوقتي المش 2 الكرنت اللي بيعدي فيها I2، وانا محتاج اجمع كل الفولت اللي موجود هنا، هجمع ده زي ما هو V3 وV2، بس هاجي هنا هجمع الاي في الار، فهيبقى انهي اي في ار؟ بالنسبه للبرانش ده، البرانش ده يعتبر فرع مش موجود، مش كومن بينه وبين اي مش ثانيه، فيبقى الكرنت اللي بيعدي فيها I2، لان المش دي بيعدي فيها I2. طيب بالنسبه للبرانش ده، البرانش ده هقول الكرنت اللي فيه عباره عن I2 ماينس الكرنت اللي موجود في البرانش في المش الثانيه اللي هو I1. يبقى لما اجي اجمع الفولت هنا هيبقى عباره عن I2 minus I1 مضروبه في R3.
اي 2 مين؟ اي 2 اللي هي الكرنت اللي موجود في البرانش، او الكرنت اللي موجود في اللوب اللي انا فيها، المشن الاصليه اللي انا فيها. تمام، يبقى عايزين نجيب الكي في ال هنا بسرعه بتجاهل فكره الاي 3. هيبقى عندي جيفن الدايركشن، هيبقى عندي سالب في 3 زائد اي 2 ماينس اي 1 مضروبه في ار 3 زائد اي 2 مضروبه في ار 2 زائد في 2 ايكوال 0 ماينس في 3 زائد اي 2 ماينس اي 1 مضروبه في ار 3 زائد اي 2 ار 2 زائد في 2 ايكوال 0. تمام، دي طريقه تانية اسرع، او دي الطريقه اللي المفروض نستعملها اسرع عشان خاطر نحل الميش اناليسيس. فدي كانت الستبس او المين ستبس في ازاي بطبق الخطوات بتاع المش اناليسيس. هو ان انا بجيب الام اندبندنت كارنت، وعرفنا طبعا ايه معنى الام اندبندنت كارنت، وبعد كده ببدا اطبق الكيف ال على كل مش. طبعا بعد كده ببدا احل المعادله، وعشان خاطر اجيب الام اندبندنت كارنت محتاج احدد النمبر اوف مشز اللي موجوده في السيركت. طيب بالنسبه للمش اناليسيس، ده مثال تاني اطبق عليه المش اناليسز. لو عايز اطبق المش اناليسز محتاجه ان انا احدد الثلاثه ستيبس على السيركت دي. الستيب الاولانيه بتقول ان انا احدد النمبر اوف مشز او المشز اللي موجوده في السيركت. بالنسبه للسيركت دي انا عندي ثلاثه مشز، المش اللي بتحتوي على المقاومه 1 والمقاومه 6 والمقاومه 2 والمقاومه والفولت 125. دي كده مش 1، دي قلت عليها مش لان هي عباره عن كلوز لوب، جبتها من غير ما اشيل اي كومبوننت في النص. بعد كده عندي في مش 2 اللي هي بتحتوي على الكومبوننت 2 اوم، المقاومه 2 اوم وال 12 اوم وال 1 اوم والفولت 125، دي مش 2. برضه عندي مش 3 اللي هي بتحتوي على المقاومه 24 والمقاومه 12 والمقاومه 6 اوم. دي كده ايه هي المشز او النمبر اوف مشز اللي موجوده في السيركت اللي عندي. تاني حاجه بحدد الام اندبندنت كارنت، بشوف في السيركت. طبعا انا عندي برانشز كتيره، كل برانش بيبقى فيه ديفرنت كارنت، 1 2 3 4 5 6. انا كده عندي 6 كارنت، بس مين فيهم ديبندنت ومين فيهم اندبندنت. ببدا امسك كل برانش واشوف البرانش، وابدا اشوف البرانش ده هل هو كومن بينه وبين مش تانية ولا لا. لو لقيت الاجابه لا، لقيت ان البرانش ده مش كومن بين المش دي واي مش تانية، بيعتبر ان الكارنت اللي في البرانش ده يعتبر هو ديبندنت اندبندنت كارنت. واجي على البرانش الثاني الاقي ان البرانش ده يعتبر كومن بين المش دي والمش دي، ده معناه ان الكارنت اللي بيعدي فيه اللي هو هنا اي 4 ما يعتبرش اندبندنت كارنت. وهكذا، لو هاجي على البرانش ده هلاقي ان البرانش ده كومن من المش 1 ومش 2 فمش هعتبره اندبندنت كارنت. هاجي هنا في المش دي في المقاومه 1 اوم هلاقي ان هي مش كومن بينها وبين اي مش تانيه، بين المش دي واي مش تانيه، ده معناه ان الكرنت اللي بيعدي فيها هنا هو اي 2 والكرنت اللي فيها اسمه اندبندنت كارنت. عايزين نخلي بالنا بس من حاجه، انا ممكن يجي لي في السيركت المقاومه 2، ممكن يجي لي سيركت تانيه غير السيركت اللي ظاهره قدامي دي يجي لي فيها ان المقاومه 2 والمقاومه 12 وما فيش هنا مقاومه، ممكن ما الاقيش هنا مقاومه عادي. فانا هبدا اجمع واشوف الكي في ال، بس مش هلاقي مره ان انا مثلا اضرب اي 2 في مقاومه معينه عادي. تمام، مش شرط يعني ان انا الاقي ريزيستنس مش كومن بينها وبين مش تاني. فكره الاندبندنت كارنت هو الكونكلوجن، يعني هو عباره عن كارنت في كل مش بيبقى فيها كارنت. برتب انا الكارنت زي ما انا عايزه، بقول مثلا دي مش 1 ودي مش 2 ودي مش 3، وبالتالي فالكارنت اللي بيعدي هنا اسمه اي 1 اي 2 اي 3. ساعات بضرب في اي 1 لو المقاومه دي مش كومن بين المش دي واي مش تاني،
وبضرب في اي 1 ماينص اي 2 او اي 1 ماينص اي 3 لو الريزيستنس اللي انا ماسكها كومن بين المش اللي انا فيها واي مش تاني. فبضرب في قيمه الكرنت اللي موجود في المش اللي انا ماسكها بضرب فيه هو بس في حاله لو كان الريزيستنس اللي انا ماسكها دي او اللي انا واقف عندها مش كومن بين المش 1 واي مش تاني. تمام، فحددنا الام اندبندنت كرنت، حددنا المشز وحددنا الام اندبندنت كرنت اي 1 واي 2 اي 3. طبعا بحدد الكرنت دايركشن باسيوم ان الكرنت بيعدي في الاتجاه مثلا مع عقارب الساعه، وكل الكرنت لازم يكون في نفس الاسامبشن، كلهم مع عقارب الساعه او كلهم عكس عقارب الساعه. ثالث خطوه ببدا اطبق الكي في ال، والكي في ال بعمل سميشن للفولتج في لوب واحده، فابدا اعمل سميشن للفولتج اللي موجود عند المقام 1 و6 و2 والفولتج سورس 125. فالكي في ال او الايكويشن اللي هتنتج لها هتبقى عباره عن سالب 125 عشان الكرنت دخل هنا، دخل باتجاه السالب مع عقارب الساعه، فدخل عند السالب، يبقى عند السالب 125 زائد اي 1 ار 1 زائد اي 1 ماينس اي 3 مضروبه في 6 زائد اي 1 ماينس اي 2 مضروبه في 2 هيديني 0. يبقى دي الايكويشن بتاعتنا، وهنلاقي ان الاي 1 اتضربت ار 1 اتضربت في اي 1 والار دي اتضربت في اي 1 ماينس اي 3 والار دي اتضربت في اي 1 ماينس اي 2 اي 2. طيب نيجي نطبق الكيف ال على الايكويشن على اللوب دي او على المش دي، هتلاقي ان انا عندي سالب 125 زائد اي 2 ماينس اي 1 مضروبه في 2 زائد 12 اي 2 ناقص اي 3 مضروبه في 12 زائد اي 2 مضروبه في 1 ايكوال 0. تمام، هتلاقي ان المقاومه دي اتضربت في اي 2 لوحدها، لكن دي اتضربت في اي 2 ماينس اي 1 عشان هي كومن بين الاي 2 اي 1، وبخلي اي 2 في الاول لان هي ده الكرنت الاصلي بتاع المش اللي انا شغال فيها. وكذلك هنا طبعا بضرب في اي 2 ماينس اي 3. بالنسبه للمش دي هلاقي ان انا عندي 24 اي 3 زائد 12 مضروبه في اي 3 ماينس اي 2 زائد 6 مضروبه في اي 3 ماينس اي 1. دي الثلاثه ايكويشنز اللي المفروض نحصل عليها لما نيجي نطبق الكي في ال على الرسمه دي. طيب زي ما شفنا في النودل اناليسز في سبيشال كيسز، هنلاقي هنا برضو في المش اناليسز في سبيشال كيسز. ايه السبيشال كيسز اللي ممكن تقابلنا؟ اللي ممكن نقابل لي ديبندنت كارنت. طبعا عرفنا ان الديبندنت كارنت لما يبقى موجود في السيركت ده الديبندنت كارنت، الديبندنت سورس يعني مش لازم كارنت او فولت، الديبندنت سورس لما بيبقى موجود في السيركت ده بيخلي ان انا يظهر لي فاريبل جديد في الايكويشن. وفي العادي لو انا عندي تو ميشنز هيبقى عندي تو ايكويشنز في تو فاريبلز، لو عندي 3 ميشنز هيبقى عندي 3 ايكويشنز في 3 فاريبلز. لكن لو عندي ديبندنت كارنت بيبقى عندي نفس الميشنز نفس الايكويشنز بس النمبر اوف فاريبلز بايه بيزيد واحد. وطبعا ده بيعمل لي مشكله ان انا ما اقدرش احل المعادلات مع بعضها لان انا لازم اتخلص من الفاريبل ده. طيب بالنسبه للمثال ده احنا لو انا حبيت طبعا احل باستخدام المش اناليسز احله عادي، بس الفكره ان انا لما هاجي في المش دي هلاقي ان الايكويشن بقى فيها اي نود. الحل ايه؟ الحل ان انا هبدا اشيل اي نود، اشيل كل اي نود هتقابلني واحط بدلها قيمتها ان ترمز اوف الفاريبلز الثانيه اللي موجوده في الايكويشنز الثانيه. تمام، طبعا بالنسبه للمش انا عندي بيبقى عندي اي 1 واي 2، بالنسبه للنودر كان بيبقى عندي في 1 وفي 2. طبعا في 1 وفي 2 بيست على النمبر اوف نودز، واي 1 واي 2 بيست على النمبر اوف ديبندنت كارد. فخلينا نحل كده مثلا بالنسبه للمثال ده انا عندي كام مش؟ عندي 3 مش، عندي المش دي وعندي المش دي وعندي المش دي. طيب الام اندبندنت كارنت يا اما نبدا ندور فين الـ فين السورس اللي ليه اللي فيه كارنت بيعدي فيه ما بيكونش كومن بينه وبين اي
من اي مش تانيه، او ان انا ببدا في كل مش اقول ان ده الكرنت الاولاني وده الكرنت الثاني وده الكرنت الثالث عادي. وببدا اشوف بعمل اسامبشن للدايركشن اوف كرنت. فعندنا مثلا هنا ممكن نقول ان انا عندي كرنت اي 1 واي 2 واي 3 والدايركشن بتاعهم ماشي الثلاثه كلهم ماشيين مع عقارب الساعه. دي بالنسبه لستيب 1 وستيب 2. بالنسبه لستيب 3 بطبق الكي في ال على كل لوب. عندي هنا مثلا اللوب دي هيبقى عندي سالب 50 زائد اي 2 مضروب زائد اي 2 ماينس اي 1 مضروبه في 5 زائد 20 اي 2 ماينس اي 1 ايكوال 0. الايكويشن دي كلها ظهر فيها اي 1 ماينس اي 1 واي 2 بس. لو هنيجي مثلا نشوف المش الاولانيه هيبقى عندي 1 اي 1 زائد 4 اي 1 ماينس اي 2 زائد 5 اي 1 ماينس اي سوري دي 4 ناقص الكي في ال اللي في المش دي تاني عباره عن 1 اوم مضروبه في اي 1 زائد 4 مضروبه في 1 اي 1 ماينس اي 3 زائد 5 مضروبه في اي 1 ماينس اي 2. دي بالنسبه للمش دي. لو هنيجي بقى عند المش دي اللي فيها ديبندنت كرنت هنلاقي الايكويشن اللي انا هجيبها عباره عن يعني اي 1 او اي 2 عادي بس فيها ايه؟ في اي نود. تاني خلينا نجمع الفولتس اللي موجوده هنا. طبعا الفولت اللي هنا عباره عن الاي في الار عشان عندي ريزيستنس هنا اي وار، لكن الفولت اللي هنا عباره عن 15 اي نود. فلو فرضنا الكرنت ماشي في الاتجاه ده هيبقى عندي 20 اي 3 ماينس اي 2 زائد 4 اي 3 ماينس اي 1 زائد 15 اي نود. خلاص فالايكويشن دي فيها اي 1 ماينس اي 1 واي 2 اي 3 ودي فيها اي 1 واي 2 اي 3 وهنا اي 1 واي 2 اي 3 وفيها اي نود. فانا محتاجه اتخلص من الفاريبل اللي اسمه اي نود. هعمل ايه؟ اشوف الاي نود ممكن تيجي بدلاله ايه؟ تيجي يعني تكون قيمتها كام بدلاله الاي 1 والاي 2 والاي 3 او اي 1 واي 2 اي حاجه في اي فاريبل من الثلاثه فاريبلز دول. هلاقي طبعا هنا موضح لي في الرسمه ان الاي نود هو الكرنت اللي ماشي في البرانش ده. فالكرنت اللي ماشي في البرانش ده في الاتجاه ده اسمه ايه؟ طبعا انا لو انا ماشيه كده في اتجاه الاي 3 هيبقى انا ماشيه عكس اتجاه الكرنت ده. لكن عايز اجيب كرنت ماشي في الاتجاه ده الاقيه ان هو لو خدت اي 2 هلاقيه ان هو الكرنت اللي اسمه اي 2. تمام؟ فالكرنت اللي بيعدي هنا كرنت الكرنت اي 2. بس هل هاخده اي 2 سبيسيفيكالي ولا هقول اي 2 ماينس اي 3؟ اقول اي 2 ماينس اي 3. طبعا لان احنا اتفقنا ان اي 1 دي عباره عن كرنت ماشي في ريزيستنس مش كومن بينها وبين اي حاجه ثانيه. والمقاومه 5 دي بيعدي فيها كرنت ولنفرض اي 5 اي 6 اي معين. انا بشيل اي 5 انا كنا قبل كده شلنا اي 3 بشيل اي 5 او اي 6 او اي 7 بشيلها واحط بدلها حاجه ان تيرمز اوف الكرنت دي كلها. فبقول اي 1 ماينس اي 2 هنا بقول اي 2 ماينس اي 3 وهكذا. فالكرنت اللي بيعدي هنا هو في نفس اتجاه اي 2 بس هو قيمته مش اي 2. تمام؟ فقيمه الكرنت اللي اسمه اي نود قيمته ايه؟ عباره عن 20 مضروبه في اي 2 ماينس اي 3. تمام؟ لما كنا بنعمل الكي في ال في اللوب دي كنا بنقول ايه؟ بنفضل نقول 50 مش عارف ايه نيجي عند البرانش دي نروح قايلين ايه؟ زائد 20 مضروبه في اي 2 ماينس اي 3. ليه؟ لان احنا بنصم كده بنعمل سميشن كده. لما بنعمل سميشن كده يعني بنعمل سميشن بالاتجاه ده في نفس اتجاه اي 2 يبقى عندي 20 مضروبه في اي 2 ماينس اي 3. يبقى انا كده شلت الاي نود وحطيت بدلها معادله ان ترمز اوف اي 2 اي 3. ابدا اشيل بقى اي نود قابلتني واحط بدلها اي 2 ماينس اي 3 واحل الثلاث معادلات مع بعض الدنيا تبقى سهله. فدي كانت سبيشال كيس ان انا لو جالي ديبندنت كرنت بيخليني في فاريبل يظهر جديد في المعادله. طبعا ده دي سبيشال كيس برضو ان انا لو عندي
مش لو عندي ديبندنت كارنت، لو عندي اندبندنت كارنت بس موجود على الحرف، يعني موجود في الاخر كده. تمام، احنا هناخد ثلاثه كيسز في الثلاثه سبيشال كيسز في مش اناليسيس، هنفهم الكيس الجنرال وفي ثلاثه سبيشال كيسز تانيين المفروض نعرفها. عرفنا اول حاجه وهي لو وجود ديبندنت كارنت. تاني حاجه لو عندي اندبندنت كارنت، عندي اندبندنت كارنت بس موجود ايه على الحرف، موجود في الاخر كده مش موجود في النص. طب لو موجود على الحرف كده انا هعمل ايه؟ مبدئيا لما نيجي نركز ونطبق المش اناليسيس على الرسمه دي، هلاقي ان انا فين ايه هي المشز اللي موجوده عندي، هلاقي دي مش 1 وهلاقي دي مش 2 وهلاقي دي مش 3. الكرنت اللي بيعدي هنا اسمه اي 1، الكرنت اللي هنا اسمه اي 2، وهنا اي 3، وكلهم ماشيين مع عقارب الساعه. عايزين نطبق الكي في ال، الكي في ال هنعمل سمشن الفولتج هنا وهنا وهنا وهنا. عايز اطبق الكي في ال على المش دي، هرسم الفولتج اللي هنا وهنا وهنا وهنا. طب لما اجي اطبق الكي في ال على المش دي، هلاقي ان انا بعمل هنا سمشن لفولتج عادي، لكن هنا النود دي او الكومبوننت ده ما فيهوش فولت، فمش هينفع اعمل سمشن لفولت، مش هينفع اجيب اعمل سمشن لفولت، ولا ينفع اجيب قيمه الفولت باي شكل، لان انا هنا مفيش ريزيستنس، فمش هينفع اجيب مش هينفع اطبق كيف ال على اللوب دي. تمام، فلما بيجي لي السبيشال كيس، لما بيجي لي اندبندنت كارنت سورس على الحرف كده في السيركت، جاي لي في اخر السيركت هنا او جاي لي في اخر السيركت هنا، ما بطبقش كيف ال في اللوب اللي هو فيها او في المش اللي هو فيها، بس بعمل ايه؟ بطبق الكي في ال في المشز الثانيه عادي في اي مش موجوده في السيركت، لكن باجي عنده هو واقول مثلا لو انا كنت قلت ان الكرنت اللي بيعدي هنا اسمه اي 3، تمام؟ اي 3 ومشيت كده مع عقارب الساعه لغايه لما وصلت هنا، هلاقي ان اي 3 ماله؟ ماشي في عكس اتجاه الكرنت ده، يبقى اي 3 بيساوي سالب حاجه. ايه هي بقى الحاجه دي؟ بيساوي سالب 16، ان هو بيساوي نفس قيمه الكرنت اللي بيعدي. انا بقول اي 3 هو الكرنت اللي بيعدي في اللوب دي، وهنا اصلا عندي كرنت سورس، يبقى الكرنت سورس ده هو اي 3، بس الاختلاف بس في ايه؟ في الـ الاتجاهات بتاعته. عند الاي 3 ماشي في الاتجاه ده، لكن ال 16 ماشي في الاتجاه ده، يبقى الاي 3 بيساوي سالب 16. تمام، ده بالنسبه لل للسبيشال كيس دي. بعمل ايه؟ بعمل كيف ال في الايكويشن في المشز الثانيه كلها، وباجي عند دي بشوف الكرنت اللي كان بيعدي في اللوب دي اسمه ايه؟ اسمه اي 3. الاي 3 هيساوي هو الكرنت اللي موجود هنا اللي هو اي 3 بيساوي 16، بس هل بشرط ولا بعكس شرط؟ على حسب، لو السهم ده كان نازل لتحت يبقى اي 3 بيساوي 16، لكن لو كان طالع لفوق يبقى اي 3 بيساوي سالب 16. تمام، لان هو كده لو طلع فوق يبقى ماشي عكس كده، لو مشينا معاه هنلاقيه ماشي عكس عقارب الساعه كده، عكس عقارب الساعه، لكن اي 3 ماشيه مع عقارب الساعه، يبقى الاثنين عكس بعض. خلاص، فدايما الكرنت اللي موجود في المش اللي فيها الكرنت اللي بيعمل سبيشال كيس، الكرنت ده اللي انا مسميه اي 3 هيساوي نفس القيمه دي. وبعد كده نبدا نركز في موضوع الاشاره، هل بيساوي يعني اشارته بالبوزيتيف ولا اشارته بالنيجاتيف؟ بالنسبة للمثال ده بيساوي شرط بالايه؟ بالنيجاتيف. طيب لو كان الكرنت اللي موجود على الحرف ده ديبندنت سورس، هي لو كان عندي لو كان عندي ديبندنت سورس موجود على الحرف، ده كان اندبندنت وده ديبندنت. بعمل نفس الكيس، ما بطبقش مش اناليسيس هنا، هنا ما كنتش مش هطبق مش اناليسيس، وهنا مش هطبق برضه. واشوف الكرنت اللي انا عملت له اسامبشن في اللوب دي ايه، يعني انا مثلا هنا كنت عامل اسامبشن ان انا عندي كرنت اي 1 واي 2 واي 3 واي 4، 1 2 3 4. هطبق مش اناليسيس هنا عادي عشان ما فيش كرنت سورس، واطبق مش اناليسيس هنا عشان ما فيش كرنت سورس. هنا في كرنت سورس اندبندنت وفي كرنت سورس ديبندنت، مش هطبق مش هنا ومش هطبق مش هطبق كيف ال هنا ومش هطبق كيف ال هنا.
تمام، لان انا ما عنديش فولت اجمع. بحلها ازاي؟ ببدأ اشوف الكرنت اللي هنا، انا مسميه اي 4، يبقى اي 4 بيساوي سالب 5 لانه عكس الاتجاه بتاعه. هاجي هنا اي 2 بيساوي سالب 3 اي 1 لانه عكس الاتجاه بتاعه. ده ماشي كده مع عقارب الساعة، ده ماشي، ده عكس ده معاه. يبقى هنطبق المش هنا عادي، هيبقى عندي المش دي مثلا سالب 50 زائد 6 اي 1 زائد 8 اي 1 ماينس اي 3. الايكويشن دي لو هنبدأ من الستة، هيبقى عندي 6 اي 1، 6 اي 1 زائد 8، 8 اي 1 ماينس اي 3، 8 اي 1 ماينس اي 3 ماينس 5 ماينس 50 بيساوي 0. هطبق الكي في ال هنا اهي، هيبقى عندي لو بدأنا من الريزيستنس 2، هيبقى عندي 2 مضروبة في اي 3 ماينس اي 2 زائد 4 مضروبة في اي 3 ماينس اي 4 اهي زائد 8 مضروبة في اي 3 ماينس اي 1، اي 3 ماينس اي 1 ايكوال 0. دي الايكويشن اللي بطبق مش هنا وبطبق مش هنا، وبطبق كيف ال هنا وكيف ال هنا. باجي عند دي بالنسبة لاي 2، هيبقى اي 2 بيساوي سالب 3 اي 1، اي 2 بيساوي سالب 3 اي 1. طيب لو ما اجي المش 4 او اجي للكرنت الرابع، هلاقي ان الكرنت ده بيساوي سالب 5، بيساوي سالب 5. تمام، ده كان بالنسبه للمش اناليسز. قلنا لغايه دلوقتي تو سبيشال كيسز. السبيشال كيس الثالثه هو ان الكرنت سورس اللي انا كنت بتكلم عنه ما يبقاش على الحرف، يبقى في نص السيركت. فلو هو في نص السيركت هيمنعني ان انا اطبق كي في ال هنا، وهيمنعني ان انا اطبق كي في ال هنا، لان انا بعمل عايز اعمل سمشن للفولتج وده مش فولت. فانا بيبقى عندي حلين، هقول طبعا حل منهم، والحل الثاني هبقوله في محاضرة تانية. بالنسبة للمثال ده، أنا لما بيكون عندي كرنت سورس موجود في النص، ممكن أطبق السورس ترانسفورميشن. بعمل حاجة اسمها سورس ترانسفورميشن. السورس ترانسفورميشن هو ان انا بحول جزء معين في السيركت من شكل لشكل تاني، يعني اريبليس الجزء ده واحط بداله حاجه تانية خالص. يعني مثلا السيركت اهي الانبوت اهو، عندي كارنت سورس ومعايا مقاومه سيريز، اشيل التو كومبوننت دول واحط بدالهم الكومبوننت التو كومبوننت دول بشكل تاني، بدل ما هم بارل مع بعض هيبقوا الاثنين سيريز مع بعض، وده بدل ما يبقى كارنت سورس يبقى فولتج سورس. تمام، يبقى بحل مشكله الكرنت سورس في المش اناليسيس لما بيكون في نص السيركت، بحله ان انا بعمل سورس ترانسفورميشن. والسورس ترانسفورميشن بيقول ان انت لو عندك كرنت سورس معاه مقاومه سيريز، شيله وحط بداله فولتج سورس ومعاه مقاومه سيريز. طبعا ده بارل، لو عندك كرنت سورس معاه مقاومه بارلل، شيل الاثنين دول وحط بدالهم فولتج سورس معاه مقاومه سيريز. طيب هطبق كده، لما انا اشيل الجزء ده واحط بداله الجزء ده، طبعا قيمه المقاومه الجديده هي نفس المقاومه القديمه، بس الاختلاف ان قيمه الفولت الجديد الفولتج سورس احط قيمته منين؟ عرفت منين ال 65 دي؟ ال 65 دي قيمه فولت، والفولت بيساوي الاي في الار، فهضرب قيمه الكرنت القديم في المقاومه القديمه 15 13 في 5 هيطلع لي 65، هتبقى هي دي قيمه الفولت الجديد. تمام؟ فبحل المشكله بان انا بشيل الكومبوننت دي واحط بدالها الكومبوننت دي، والقيمه دي بجيبها من ضرب الاثنين دول في بعض تبع لقانون اوم. طيب هل كده المساله اتحلت؟ لا طبعا، انا كنت بوسط المساله عشان ابدا احلها، هي بالمنظر ده ما كانتش هتحل خالص، لكن كده انا بعمل خطوه عشان احلها. الاحظ ايه؟ الاحظ ان انا ما عنديش كرنت سورس، وبالتالي عندي اقدر اجمع فولتجز عند كل كومبوننت موجود في السيركت. اطبق كيف ال هنا واطبق كيف ال هنا عادي، وبعد كده احل المعادلتين مع بعض. تمام، ده كان بالنسبه للمحاضره دي.